هذا هو تفسير الآية القرآنية الكريمة التي تقول: هيهات هيهات لما توعدون. لقد بعث الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله إلى الناس كافة، مبشرين ومنذرين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومن بين الأقوام التي اختصها الله برسول يبلغ ما أنزل إليه قوم نبي الله صالح، وهم قوم ثمود. بدأ صالح عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بالله العظيم، ويذكرهم بالبعث والنشور، وكيف سيحييهم الله بعد موتهم ليحاسبهم على ما كانوا يعملون. ولكن قوم صالح كانوا جبارين، فقالوا كما ذكر الله تعالى في سورة المؤمنين: هيهات هيهات لما توعدون. وذلك دأب القوم الكافرين الذين اعتادوا الضلال وألفوه حتى صار منهم. فيقول السعدي عن معنى آية هيهات هيهات لما توعدون أن قوم صالح قالوا: ما يعدكم به صالح هو بعيد بعيد، فقد اعتقدوا ذلك في نفوسهم لأنهم قاسوا قدرة الله تعالى على قدرتهم، فهم بقدراتهم البشرية وعقلهم القاصر لا يتصورون مثل تلك الأشياء، ونسوا بأن الذي أنشأهم من العدم قادر أن يبعثهم مرة أخرى وهو عليه هين، وكلا الأمرين على الله هين فهو القدير العظيم. ويقص قوم صالح في قولهم: هيهات هيهات، أي أن وعود صالح هي بعيدة عن العقول، غير مقبولة في المنطق، لا تستوعبها أذهانهم القاصرة. ولم يكتفوا بذلك فحسب، بل اتهموه بالكذب والافتراء على الله العظيم، حيث قال الله تعالى في سورة المؤمنين: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ودائما ما تكون لفظة هيهات الثانية هي تأكيد لهيهات الأولى، فهم يتعجبون من خبر صالح لهم، إذ لا يؤمنون بالبعث مرة أخرى، بل أن صاروا ترابا واختلطت عظامهم بتراب الأرض. وقال ابن عباس في معنى هيهات هيهات أي بعيد بعيد، وقال ابن قتادة في معنى لما توعدون أي لما وعد الله تعالى به عباده، وهو البعث والنشور والجزاء والحساب. هؤلاء القوم لقصر عقولهم فقد شبهوا قدرات الله تعالى بقدراتهم، فقالوا: ما الإنسان إلا مثل الزرع، يموت زرع وينبت غيره، ويموت الإنسان ويأتي آخر غيره. وبذلك ازدادوا كفرا على كفرهم وظلما على ظلمهم، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهم لا يعترفون إلا بالحياة التي هم فيها الآن، ولا يؤمنون إلا بما يعاينونه، منكرون للأمور الغيبية واليوم القيامة وأهواله ومشاهده.